السلام عليكم ورحمة الله. إذا غنشوفوا في هذا الفيديو إن شاء الله، والخاص بسنة تلاميذ سنة ثانية إعدادي، درس ديال لوغدغ دي نومبغ راسيونال أو أوبراسيون، ترتيب الأعداد الجذرية والعمليات. هذا الدرس مهم بزاف، التلاميذ كتخوفوا منه، ولكن هو ما صعيبش، هو في قواعد خصك تعرف كيفاش تعمل معاها. ما فيش الحساب و ما صار بحال الأعداد الجذرية ولا كدا، ما فيش الحساب، ولكن في تقنيات خص الواحد يتعلم ليها، خصوصا ان هذا الدرس عنده علاقه مع لي زينيكواسيون اللي غنشوفو ان شاء الله. كنتو شفتو لي زينيكواسيون، دابا غتشوفو عاوتاني لي زينيكواسيون، وتابعكم مازال ان شاء الله في العام الجاي في السنه التاسعه. تعرف بان مهمه في الدوره الاولى عندكم هذا الدرس لوغدغ، وكيكون بيان سور في محطوط في كيكون في التمارين ديال الامتحان ديال الدوره الاولى، امتحان محلي، ومازال ان شاء الله غيتبعكم، مازال باقي ان شاء الله حتى في الترونكوما. إذن غنبداو على بركة الله. الفقرة الأولى غابيل إي كومبليمون، تذكير بعض الخاصيات. ألوغ سامبول دينيغاليتي، رموز ديال بعض المتفاوتة. إينيغاليتي هي المتفاوتة، هي هادي اللي كتكون فيها سوبيريور أو إيكال، ولا سوبيريور ولا إنفيريور إيكال ولا إنفيريور. أربعة، إما سوبيريور ولا سوبيريور ولا إنفيريور إيكال ولا إنفيريور. ستريكتومون إنفيريور، هادي ستريكتومون سوبيريور، هادي ستريكتومون إنفيريور، هاهما مشروحين هنايا. Alors, un petit exemple, moins 1 sur 7 est inférieur à 7. Bien sûr, un tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif. C'est ce que je veux dire. Le nombre positif ou négatif, qui est positif, ou qui est négatif, qui est le moujab akbar min salib. Mais le problème est qu'il y a un juge moujabain ou un juge salib. Là, on va voir le tariq. إذن هنا عندنا كنقول بأن 2 سور 3 سوبيريو إيكال 3 سور 5. علاش؟ ما خصناش نحسبو جوج د 3 ونقلبو في كالكولاتريس شحال، و 3 على 5 ونقلبو في كالكولاتريس ونقارنو داك الأعداد اللي غنلقاو. لا، خصهم يكون عندهم نفس المقام، نفس الديناميناتور. إذا كنضرب هادي في 5، هادي سي غنضربها في 5، وهادي غنضربها في 3 باش يولو 15 و 15. هادي سي غنضربها في 3، إذا هادي ضربتها في 5 10، وهادي ضربتها في 3 9، و 10 أكبر من 9. تالي 2 سور 3 سوبيريور إيكال 3 سور 5. يعني هادو هما التقنيات اللي قلت لكم خصكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاهم، تعلموا ليها ان شاء الله خلال هذا الدرس، ومن بعد ان شاء الله غنشوفوا اون سيري ديكزرسيس بيان بريباري. الوغ غنشوفوا هنايا ا اي بي ايتون دو نومبغ راسيونال. ا اي بي جوج اعداد جذريه. ا انفيريور او ايكال ا بي سينيفي كو، اشنو كتعني هاد بحال هاد الرمز هذا؟ كيكون ا ستريكتومون انفيريور ا بي، او ا ايكال ا بي او ماشي اي. دونك اما ا ستريكتومون انفيرور بي، ولا ا ايكال بي. تقدر تكون هنا ا ايكال بي، بينما هنا في هذه الحاله هذا لوكا هذا ا ستريكتومون انفيرور بي. دونك هنا ا ما يمكنش يكون ايكال بي، سينيفيكو ا انفيرور او ايكال بي اي ا ديفيرون دو بي. صافي، اذا هنا ا ديفيرون دو بي. نقدر نقول بان ا انفيرور او ايكال بي اي ا ديفيرون دو بي. هاد جوج ديال الحوايج كيجمعوا لينا هادي ا ستريكتومون انفيرور ا بي. نعقلو كاين فرق ما بين ا انفيرور ايكال بي و ا ستريكتومون انفيرور ا بي. هنا يمكن ا تيكال بي، بيتاتر ماشي ضروري، ولكن بيتاتر هنا ما يمكنش تكون ا تيكال بي. هذا هو اللي خصكم تعقلو عليه. الوغ ندوزو للفقرة الثانية، كومون كومباري دو نومبغ راسيونال. هذه هي الفقرة المهمة واللي خصكم تفهمو ليها مزيان القواعد ديالها. الوغ ان غيكل بور كومباري دو نومبغ راسيونال، لمقارنة عددين جذريين، il suffit d'étudier le signe de leur différence. يكفي أن ندرس إشارة فرقيهما. conséquence, si leur différence est positive, alors le premier terme de cette différence est supérieur que le deuxième. كنقولوا الأول أكبر من الثاني. إذا كان الفرق موجب. si leur différence est négative, alors le premier terme de cette différence est inférieur que le deuxième. ديما تبدا بالأول باش ما تدوش. إذا الأول أكبر من الثاني ملي كيكون الفرق موجب. الأول كبر من تصغر من الثاني كيكون الفرق سالب. خاصيات بروبريتي اي بي ايتون دو نومبغ راسيونال، ا موان بي انفيريور كالا زيرو سينيفيكو ا الأول ا انفيريور او ايكال بي. صافي، سي ديما بهاد لو سونس هذا. إذا ا موان بي انفيريور كالا زيرو زعما ا هاد الأول انفيريور كالا بي، والعكس ا موان بي سوبيريور كالا زيرو إذا كان موجب، إذا ا سوبيريور او ايكال بي. هاهي خاص يكون عندنا هنا موان. صافي، الفرق خاص يكون عندنا، خاصنا ندرسو الفرق ديال العددين. إذا غندوزو دو ميم عاوتاني هنا أ موان بي، هنا ستريكتومون انفيرور زيرو سينيفيكو أ ستريكتومون انفيرور بي. بحال كيما قلنا في انفيرور ايكال
غنقولو ستريكتومون كيما قلنا في سوبيريور غنقولو في ستريكتومون سوبيريور. اذا بعد امثله هنايا اكزامبل ا موان 3 انفيريور ا 0 سينيفي كو ا انفيريور ا 3 لان ا موان 3 نيجاتيف دونك ا غتكون هادي ا صغر من 3 هاي ا انفيريور ا 3 ب موان زان دومي سوبيريور غير 0. اذا الفرق ديال هاد العددان هادو عددان بي و ان دومي داك الفرق ما بيناتهم لقيتو موجب. اذا قلنا الاول هذا كبر من الثاني بي سوبيريور غير ان دومي 11 سور 4 موان سي انفيريور غير 0. اذا لقيت هاد الثاني هاد الفرق هنا سالب. اذا نقول هاد الاول هذا 11 سور 4 اي انفيريور او ايغال ا سي هاي. اذا الفقره الثالثه غندوزو انيغاليتي اي اديسيون ABCD signifie désigne pardon des nombres rationnels عدد جذرية règle 1 si A inférieur à B alors A plus C inférieur à B plus C. زعما نقدر نضيف نفس العدد في كلتا في كلتا طرفي المتفاوتة هذه inégalité متفاوتة هذه كتسمى وهذو لي دوم مبغدو inégalité. نقدر نزيد هنا عدد ونزيد نفس العدد هنايا وهاد المتفاوتة ما كتبدلش A plus C inférieur à B plus C والعكس. Règle 2, si A inférieur à P et C inférieur à D, on a juste le métaphore de la courte de la alors, on a taraf taraf à la ça fait qu'on a dit A plus C inférieur à B plus C, B plus D, pardon. Donc, on a fait que je vais dire, il y a 9 métaphores, il y a 9 métaphores, ça fait qu'on a juste le métaphore, on a le métaphore de la ça fait qu'on a dit A plus C inférieur à B plus D. هذا هو صافي هذا الشيء اللي خصنا خصكم تعقلوا عليه. هاد لا ريغل الاولى ولا هاد لا ريغل الثانيه. اذا هاد لي ريغل مهمين بزاف خصكم تعرفوا كيفاش تقنوهم وتعرفوا كيفاش تطبقوهم. اكزامبل سي ا انفيريور ان سور 3 الوغ ا بلس موانز ان سور 3 انفيريور ان بلس 3 بلس ان موانز ان سور 3. كيفاش درنا هذه زدنا طرفي ديال المتفاوته طبقنا القاعده الاولى غنزيد موانز ان سور 3 هنا وهنا. اذا موانز ان سور 3 زدت هنا واخا سالب وهنا غندير موان غنزيد موان زان سور 3 يعني هذا غتعطيني زيرو صافي ان سور 3 بلس موان زان سور 3 زيرو وهذه غتعطيني ا موان زان سور 3 انفيريور ا زيرو يعني ا انفيريور ا ان سور 3 اللي غنبداو بها هي اللي غنصدقوا بحال غنبداو من الاول صافي ا موان زان سور 3 زعما غنوصلوا بان زعما الفرق ديال هاد الاعداد سالب وهو صحيح. إذا غندوزو الفقرة الرابعة إنيغاليتي إي ميتبليكاسيون هادي تاهي مهمة غيكل أن أ بي إي كا ديزين ديال نمبر غاسيونال هم أعداد جذرية سي أ أنفيريور كالا بي إي كا بوزيتيف عدد موجب كا ستريكتومون بون ستريكتومون بوزيتيف ألوغ كا أ أنفيريور كالا كا بي. إذن هنا كانت أ صغر من بي ضربت كا هنا وضربت كا هنايا إذن كا أ أنفيريور كالا كا بي هنا بتيبليكاسيون ماشي لاديسيون كنضرب طرف ولكن خصو يكون موجب اطونسيون هنا موجب في الجمع ملي كنزيدو ماشي مشكل موجب ولا سالب الى هذاك العدد غنزيد هذاك السي ولكن في الميتيبليكاسيون سا ديبون صافي هنا ميتيبليكاسيون اذا كانت ا بوزيتيف كنقول بان ا كا انفيريور كالا كابي ولكن شوفوا هنا معايا الحاله الثانيه اذا كانت هنا كا نيجاتيف ها هي اذا هنا ا انفيريور كالا بي وكا نيجاتيف غنضرب كا هنا وكا هنا اذا هذا لو سامبول ديال نيجاتيف غيتبدل اذا كان انفيريور كيولي سوبيريور اذا كان سوبيريور كيولي انفيريور وهذيك او ايغال كتبقى بيان سور اذا كانت او ايغال كاينه هنا كتخليها. اذا هنا سي ا انفيريور كالا بي اي كا نيجاتيف الوغ كا ا اي سوبيريور كا بي. وهذه هي المهمه اللي كيترفو فيها الدراري بزاف في ليزيكتيرسيس عقلوا على هذه بزاف في الارض عليكم. اذا هنا اونكادرمون دو نومبر غاسيونال اونكادرمون زعما التاطير كترجعو ما بين شي عدد كبر منه وشي عدد صغير منه صافي هذه اونكادرمون A, B, X, disons des nombres rationnels. A, maintenant inférieur à B. Les deux inégalités simultanées. X supérieur égal à A et X, c'est X. Et inférieur égal à B. X kbar man wahed adad ou X ghar man wahed adad. Fnous l'oxt. C'est écrit. Kan qadron jim'oum bjouj. Had les deux membres. Had les deux inégalités. Had moutafawit ad bjouj. Kan qadron jim'oum ftafawit ad. Ma'arif ki balik ma'ad shi walallah. Ma'ad ftar twaid. Sma'riya. Donc, hana X. Kan goul. Ma bain A ou B. محصور بين ا و ب هنا كنقولوا اكس محصور بين ا و ب دونك اكس اي كومبري اونتر ا اي ب كون اون ابل انكادرمون دوبل انيغاليتي دو اكس انكادرمون دو اكس صافي اكس ما بين ا و ب نقرر نكملوا درس
وهنا عطيتكم بعض الامثله باش تفهموا هادشي ديال التاثير. راه ساهل وغتشوفوا ان شاء الله في التمارين. سي اي سوبر ايكوال موانز موان 7 سور 3 الوغ غنضرب 6 هنا و 6 هنا. اذا 6 موجب بوزيتيف دونك لو سونس هذا ديال الانيغاليتي نو فا با شانجي. اذا سي ا 6 فوا ا سوبيريور ا 6 فوا موان 7 سور 3 ستادير سي ا. وراه على حسب هادشي اللي كتحسبوا هادشي ساهل هنا موان 42 سور 3 ماشي مشكل هنايا صافي. المهم هو التقنيات قلنا ديال التقنيات ديال لونكادرمون وهادشي ديال الكومباريزون هذا هو اللي مهم ودير لوغدر. دونك هنا سيزا سوبيريور موان 14 لانه موان 42 سور 3 موان 14. سي بي سوبيريور او ايكال 11 سور 5 دونك هنا غنضرب في موان 10. من هنا موان 10 نمبر نيجاتيف دونك هذا غيتبدل سوبيريور ايكال غتولى انفيريور ايكال صافي هاهي. دونك هنا موان 10 فوا بي انفيريور ايكال موان 10 فوا 11 سور 5 مباشرة هنا ماشي تحسبها لهنا موان 10 فوا بي غتعطيك موان 10 بي وهنا موان 10 فوا 11 سور 5 غتعطيك هنايا ما نقدر نسامبليفي هنا بار 5 غتعطيك موان 22 هاي يعني. دونك هنا موان 10 بي انفيريور ايكال موان 22 اتونسيون هاد لا نمبر نيجاتيف سوا اكس هنايا لونكادرمون كومبر اونتر موان 1 سور 7 اي 3 اي ايكغاك كومبر اونتر 5 سور 7 اي 3 سور 2 دو انيغاليتي دو دوبل انيغاليتي هذيك تسمى دو زونكادرمون كيتسموا. دونك غنزيد هنا 5 سور 7 ولا غنزيد غنجمع هذيك طرف طرف غنجمع هادي مع هادي هادي مع هادي وهادي مع هادي. دونك موان 1 سور 7 بلس 5 سور 7 ها هي. وهنا الوسط غيكون x بلس y ها هو. وهنا في لوتر مومبو ديال لونكادرمون غيكون تدي 3 بلس 3 سور 2 وكنحسب هادو لهنايا شحال غيعطيني وهذا شحال غيعطيني. دونك هنا 6 بلس 3 نفس سور 2 وهنا غيعطيني 4 سور 7 دونك x بلس y يكومبر اونتر 4 سور 7 نفس سور 2 صافي. اخر فقره اين ايكواسيون دو بريمير ديغري اين انكوني هادي باقا جديده كنتو شفتو ايكواسيون في بلاصه ديك اي ايكال غتولو ديرو انفيريور ولا انفيريور ايكال سوبيريور سوبيريور ايكال هاديك هي اين ايكواسيون. اون ابيل اين ايكواسيون دو بريمير ديغري اين انكوني توت انيغاليتي دو لا فورم ا اكس بلس بي انفيريور ايكال زيرو ولا ستريكتومون انفيريور ا زيرو ولا سوبيريور ايكال زيرو ولا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو صافي. عندها اربعه ديال ليكا avec un bien sûr IP étant de nombre rationnel donné et x inconnu a OP كيعطيهم ليكم و x هو اللي كتقلبوا عليه هو هذاك المجهول. اكزامبل مثلا ريزود غزال ليكواسيون سيفونت 3x موان 8 ستريكتمون انفيريو 0 و 3 موان 2x انفيريو ايكال موان. دونك نخرجوا هادو دونك عندي هنايا 3x موان 8 انفيريو 6 كدير هنايا سي تادير دونك ها 3x كتبقى صافي. ديما هاد لو نومبر اللي مضروب في x كيبقى هو الاول الاخراني انفيريور ايكال كندير هنا 6 هاد موان 8 غنجيبها لوطر مون بطل نيجاتيف كتولى بوزيتيف هادي نيجاتيف غتولى بوزيتيف بلس 8 صافي. اذا كانت نيجاتيف حولتها هنا كتولى بوزيتيف اذا كانت بوزيتيف كتولى نيجاتيف. دونك هنا 3 اكس انفيريور ايكال 14 هنا نقسم لو دو مومبغ ديال لي نيجاليتي بار 3 3 كتعرفوا بانها بوزيتيف ولا غنضرب في 1 سور 3 سي فولي. دونك هنا 1 سور 3 فوا 3 اكس 1 sur 3 fois 14 l'ordre n'a pas changé là c'est un 1 sur 3 positif donc on va simplifier par 3 on va prendre 1 fois x qui est x et on a 14 sur 3 donc on a je vais l'ensemble de solution ou là je vais vous montrer tout le monde donc tous les nombres on va mettre un air tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 14 sur 3 sont solution de cette équation. Tous les nombres, bien sûr, tu m'as rationnel, donc rationnel, tous les nombres rationnels inférieurs strictement, donc inférieurs, ou le strictement inférieur, ou le inférieur strictement. A 14 sur 3 sans solution de cette on va dire équation. Ce que tu fais, c'est que tu as une équation. De cette inéquation. On va dire une équation. Inéquation. Ça. Donc, je vais te dire 3 moins 2x inférieur à moins 2. On va faire la 3 moins 2x inférieur à la moins 2. Donc on a un dit had moins radil had le nombre. Donc on a moins 2x qui est là.
انفير ايكال موان 2 هاد الطلبه غنجيبها هنا تولي موان 3 دونك غتولي عندي هنا موان 2 اكس انفير ايكال موان 5 وهنا الدراري خطاو كيقول لك اذا 2 اكس انفير ايكال 5 هنا خطا علاش لان هنا غنضرب في موان زا موان زا باش نتخلص من هاد الموان هذا صافي دونك الا ضربت هنا موان زا غنضربها في موان 2 اكس مادام ان موان زا ان نمبر نيجاتيف دونك هذا غيتبدل كما قلنا هاد لوغ هاد لو سامبل ديال النيجاتيف دونك غتولي هنا سوبر ايكال موان زا فوا موان 5 صافي هذا هو الخطا اللي كديرو دونك موان زا فوا موان 2 اكس غيعطيني 2 اكس موان زا فوا موان 5 غيعطيني 5 صافي دابا هنايا غنضرب في ان ديمي و ان ديمي بوزيتيف دونك غتولي هنا اكس سوبر ايكال 5 سور 2 Tous les nombres rationnels sont supérieurs ou égaux à 5 sur 2 sont solution de cette équation. D'accord? Tu vois, tous les nombres rationnels qui sont supérieurs ou égaux à 5 sur 2 sont solution. Sont solution de cette inéquation et non pas équation. Il y a une vidéo. Je crois que c'est une vidéo.